معركة مع أحد هذه الأفكار الباطلة المستوردة من الغرب الكافر، ألا وهو الفكر العلماني والعقلاني، في محاضرة يقدمها فضيلة الشيخ الأستاذ شهاب عوض، فليتقدم مجزيا من الله مشكورا موفقا بإذن الله مسددا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. إن شاء الله هذه المحاضرة بعنوان نقض الفكر العلماني والعقلاني، ولا شك أن النقض هو إفساد الشيء بعد إحكامه، والذي نريده أن نسلط الضوء على أفكار غريبة على المسلمين تأصلت ودخلت بينهم وأثرت في كثير من أفكار أبناء المسلمين وسلوكياته. ولذلك الواجب على الإنسان أن يعلم مثل هذه الأفكار التي هي الشر حتى يحذرها. وهذا المنهج هو منهج أصيل في الإسلام، وذلك ببيان الحق ونقض الباطل ومعرفة الشر والبعد عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن الأمور التي يلتزمون بها فيدخلون الجنة. وهذا كثير في السنة. وأما حذيفة رضي الله عنه فكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرار الأمور حتى يتجنبها ويبتعد عنها، وذكر حديثا طويلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كثير. وكذا قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة أو عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلين. فلا بد يا أخوان الإنسان يعرف الشر حتى يجانب الشر، وحتى يبتعد عنه، وحتى لا يقع فيه وهو لا يعلم. أيضا لأن يا أخوان الإنسان هو في طور تحصيل ومعرفة، لا بد أن يتعلم أمور دينه وما يناقض ذلك، ولا بد أن يكون عنده شيء من العلم بما يخطط له أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن تبعهم. لا بد يكون الإنسان حصيف ويتعلم ويعرف هذه الأفكار ويعرف مداخلها، ويكون إنسان بعيد النظرة حتى لا يقع في حبائل هذه الأمور والأفكار. ثالثا، لأن أخواننا هذه الأفكار صارت الآن هي التي تسيطر على الإعلام. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لحذيفة، قال ثم يكون بعد ذلك دعاة شر. قال جلهم لنا يا رسول الله، قال هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذا سمعت كلامه ولم تنظر إلى شكله لظننت أن الذي يتكلم أحد اليهود أو النصارى، ولكن إذا نظرت إليه وجدته على شاكلة المسلمين ويتزيى بزيهم، وقد يتسمى بأسمائهم عبد الرحمن وعبد الله ومحمد وعبد الرحيم وإبراهيم، وهو أبعد الناس عن الإسلام وعن طريق الإسلام. ولذلك لابد يا أخواننا الإنسان يحذر، ولابد يتبرأ ويبعد من طرق الشر، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الإسلام يا أخواننا هو ليس بدعا من الأديان، وإنما هو دين أنزله الله سبحانه وتعالى خاتما للأديان، يقوم على الاعتقاد الصحيح في الله عز وجل بأن الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وأن الله هو المتصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يشاركه في ذلك أحد من الناس أو أحد من الخلق، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله التي يدخل بها الإسلام، معناها لا يستحق العبادة إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وبذلك قام دين الإسلام، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يدعو إلى هذا الأصل العظيم. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان هذا الأصل في جميع شؤونه وجميع أموره، وكانت بقية الأحكام والشرائع تنبني على هذا الأصل العظيم، وبه أي بهذا الأصل الذي هو التوحيد صلاح العبد في الدنيا والآخرة. لا إسلام لمن لا توحيد له، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يكلمه، وله عذاب عظيم وأليم، وتحبط أعماله ويشقى في الدنيا والآخرة، وتصير أعماله هباء منثورا. ده التوحيد، وإلى ذلك دعا جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وده يا أخواننا أساس الإسلام وأساس الدين وأساس جميع الأديان. ربنا قال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو سر قوة المسلمين الذي جعل الإسلام ينتشر في الشمال وفي الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، وتدين الدنيا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعدهم الذين كانوا متمسكين بهذا الدين يرفعون رؤوسهم بهذا الإسلام، كان سبب نصرهم أنهم تمسكوا بهذا التوحيد. شاكذا ربنا عز وجل قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ده الدين ربنا سبحانه وتعالى بعث به والنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تميزت أمة الإسلام. الصيام كان في الأمم القبانة، الزكاة
كانت في الأمم التي قبلنا، الصلاة كانت في الأمم التي قبلنا، فتميزت أمة الإسلام بتعظيمها لهذا التوحيد. وده يا أخواننا أساس، وبه يكون الفلاح في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، ده الشرط اللي بتتقدم به والأمم، والشرط اللي بتتذل به والأمم وتتأخر الأمم وتصيبها البلايا والمصائب، تضيع التوحيد. ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر. العلماء قالوا ظهر الفساد هو غلاء الأسعار وجور السلطان وشدة المؤونة وذهاب البركة، ظهر الفساد، دي كلها ظهرة، والناس الآن بتعاني، والمناهج الموجودة الآن دار تصلح تصلح على خلاف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بتنصلح. العلمانية الشيوعية تقول لك يكون الإصلاح بديكتاتورية الطبقة الكادحة البروتارية وسيطرتها على الحكم. الأخوان المسلمين يقول لك بأننا نقلب السلطة، ما عارف ليك الحزب الأمة يقول لك بالتداول السلمي للسلطة، ما عارف ليك الاتحادي يقول لك بالتعددية، المؤتمر الشعبي بشنو؟ ده كله ما بيصلح، ما بيصلح أصلا. ربنا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والليلة لو جيت أخذت الأسباب المادية موجودة ومتوفرة، داير زراعة البلد دي بفوق وبتحت، شقيها كم نيل مروي ومطري، داير خصوبة واطة، أي نبات يؤكل في الدنيا كما قلنا كل غالب ينبت في السودان، جميع المناخات الملائمة لجميع النباتات والثمار والحبوب كلها قاعدة في السودان، كويس؟ غالب المعادن كما كل المعادن موجودة في السودان، أراضي مسطحة، ذهب، غيره من الخيرات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد. وبعد ده ناس يقول لك والله الدولار عمل 16 وما عرف العيشة بقى 3 بجنيه، والجنيه بقى ما فطرنا وما يشتري لك مويه و الى اخر، ده سببه شنو؟ ربنا قال: بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين. الشرك والضلال والباطل لما يسيطر على الامه يحدث فيها مثل هذا التخلف والتأخر، ويحدث فيها الهزائم. ربنا قال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ربنا قال: ذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ربنا أنزل الرعب في قلوب المشركين بسبب إعراضهم عن التوحيد. ولذلك يا أخواننا أكبر قضية للمسلم وللمسلمين هي قضية عبادة الله وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خش مكة أول حاجة بدأ بها شنو؟ مشى نظف الكعبة، فيها 360 صنم، صنم والصنم والوثن هذه ليست خاصة بالأحجار، لأنهم كانوا في الكعبة دي خاتين صور، الأصنام دي عبارة عن صور لرجال صالحين، اللات، اللات ده كما قال ابن جرير فيما نقل عن ابن عباس زول كان بيعمل كسرة أو عصيدة فيها
للحجاج، فيها سمن، فيها حاجات حلوة جدا كان بيعملها للحجاج ويطعمها لهم. فلما مات قاموا عملوا له حجر في صورته فصوروه ثم عبدوه من دون الله. وكذلك عزة كانت شجرة وين، ودي كانت وين، وهكذا. دي كان عبارة عن صور لناس صالحين، 360 صنم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، أي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان والتوحيد. ربنا قال: فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، بسبب إعراضهم عن التوحيد. ربنا أذاقهم لباس الخوف والجوع، بقى كأنما هو لباس يلبسه الإنسان، وحتى صاروا يأكلون الجلد الميتة. الواحد يلقى له ميتة ماتت لها زمان، يشيل الجلد ويحكه ويقوم ينشفه، وبعد ذاك يقوم يسفه ويقوم يكسر النوى بتاع البلح ويكسره كويس ويقوم يأكله، بسبب إعراضهم عن التوحيد. الليلة نحن المسلمين ما ممكن نقول أن إحنا بس عشان اسمنا مسلمين أن إحنا كده خلاص ما عندنا مشكلة. وكما يحب المطبطبون، يقول بيحب يطبطب. الآن عندكم في الطب لو في أي مشكلة لازم تعالج علاج جذري، مش الطبطبة ما بتحل حاجة، المسكنات دي ما بتحلك. لو مشيت مستشفى أداك مسكنات بيقول لك بس ده مسافة السكة بس. ولذلك لابد أن تعلم المصيبة الواقعة فيها الأمة حتى يخرج منها الناس، مشاكل كبيرة جدا. طيب الإنسان إذا فهم المسألة دي إن أخواننا سبب انتصارنا وسبب قوتنا هي العقيدة الصحيحة، شاكدة هرق حديث ابن عباس الطويل يرويه عن أبي سفيان الحديث البخاري، قام أبو سفيان مشى في تجارة للشام، والنبي صلى الله عليه وسلم رسل خطاب إلى هرق، فدفع هذا الكتاب إلى هرق. قام قال للناس المعه، قال لهم في زول قريب الزول اللي بيدعي إنه نبي ده تجيبوا له يسألوا؟ قالوا له نعم، في أولاد عمه جو في تجارة. فقام جابوا بقى يسألوا أسئلة كثيرة، فكان مما سأله: وبما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالزكاة والصدقة وصلة الرحم وأن نعبد الله لا نشرك به شيئا. إذا علم أن سبب قوة المسلمين وانتصاراتهم العظيمة التي يقرأها الناس في التاريخ، لابد يعرف سبب الضعف. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأكبر من أعظم أسباب ضعف الأمة التفرق، ودي أخواننا نقطة علمها أعداء الإسلام وصاروا ينفخون في كيرها. عشان كده لما تقرأ التاريخ الإسلامي أول ناس بدوا هذه الفتن اليهود، قاموا عملوا شنو؟ وده حذر منا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني من غيره؟
يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أن نتبع سبيل اليهود والنصارى. من حاكم يا أخوان؟ اليهود والنصارى عرفوا النقطة دي، بيجوا دارين يفرقوا بين المسلمين. كيف يفرق بين المسلمين؟ بالأفكار، خلاصة كده، بالأفكار، سواء كانت بدع أو عقائد كفرية أو مذاهب علمانية أو غيرها وافدة للمسلمين يتحزب لها ويعتقدها بعض المسلمون، ثم يكونون بهذه الأفكار أحزابا ويكونون نصراء مجتمعين على نصرة هذه المذاهب، وعلى ذلك تتفرق الأمة. الأمة في عهد الصحابة بدت انتصارات، فارس وقعت، الروم وقعت، الصين خافت، وهكذا الإسلام ماشي في الدنيا كلها ماشي. جو اليهود زرعوا عبد الله بن سبأ اليهودي ليأتي بفكر الخوارج الذي يقول لا حكم إلا لله. قال لهم لا حكم إلا لله، الحكم ده حق الله. هذه الدعوة صحيحة، لكن أرادوا بها باطلا أن يفرقوا الأمة. بدل ما الصحابة يفتحوا الدنيا، الخوارج بدوا يدخلوا عشان يقاتلوا الصحابة. قتلوا عثمان بن عفان، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بدل المسلمين يمشوا يفتحوا الدنيا، بقت المشاكل بيناتهم. ودي أخواننا من هنا تنبع خطورة هذه الأفكار الدخيلة. تخيل زول يشوف نفسه أحسن من عثمان رضي الله عنه أو من أبو بكر الصديق. وهكذا ظهرت الشيعة. الشيعة ده بيشوفنا نحن كلنا ذل، مش بنحب أبو بكر، كفار، ودمانا حلال وأموالنا حلال وأعراضنا حلال. وإنه لو هو قاعد، شوف الكلام ده حصل وين، وده كل أخواننا شغل يهود، إنه لو هو قاعد في بلد بتاع أهل السنة ما عنده عالم شيعي يمشي يستفتي عالم أهل السنة، قالوا لا يمشي شرك يمشي به غريب. ده الدين بقى كده. هل يمكن أن تجتمع أمة فيها مثل هذه الفرق؟ بعد ذلك جاءت القدرية. القدرية ديل قالوا بس نحن بنقعد كده، وجاءوا معاهم الجبرية، كويس، وتسربت هذه الأفكار إلى الصوفية وغيره. ديل قالوا أن إحنا ما بنسعى في الدنيا دي، الأفكار دي قالوا إحنا الدنيا دي ما بنسعى فوقها، لا بنشتغل لأي حاجة، أصل شيء جاينا من الله بيجينا. عشان كده لما جو الفرنسيين يحتلوا شمال أفريقيا، شمال أول ما يسمى بالمغرب الإسلامي، وكانت تسيطر عليه دينيا الطريقة التجانية، كان عندهم هذا الفكر تاع الجبرية، بل وصلوا في الغلو إلى أن هؤلاء هم قدر الله، وعندهم يلاقى قدر الله بالصبر. لا نأخذ بالأسباب من إعداد الجيوش ومن المقاتلة والمدافعة، دي كلها ما نأخذ بها. اجتاحوا لك الدول الشمال، شمال أفريقيا كلها، وصاروا بعد ذلك يدعمون مثل هذه الأفكار. نابليون كان بيقيم الموالد، هو بيقول لهم انتم مالكم يا ناس، انتم ما بتحبوا رسولكم ولا شنو؟ يديهم القروش يقوموا في الموالد. ده ليه؟ عشان الأمة تتفرق. أسي تعال شوف، نحن شوف البلد دي خيراتها بتتفرق كيف. بيجاي مؤتمر وطني، بيجاي حزب أمة، أمة قومي، أمة نهار، أمة فدرالي، أمة ما أعرف لك شنو. كل أمة أسي مش فرتقوا، أمتهم دي برا مش فرتقوا. تاني اتحادي، تاني مين صار سنة 700، كيزان 300، الناس يتفرقوا. ايو كويس، اي واحد داير يحكم البلد هو، واي واحد داير يطبق فوق النظرية حقته، فتتفرق الأمة ويكيد بعضها لبعض. فمتى يتفرغ الناس لدعوة غير المسلمين؟ الكفار الكتار ديل اللي بيدعون منه، إذا كان نحن لسه في المسلمين ذاتهم اللي بيدعون منه. ولذلك أخواننا دي نقطة مهمة أن يعلم، أن أي فكرة مخالفة للكتاب والسنة إنما هي تأخير للأمة. دي خلاصة الكلام. طيب العلمانية في نقاط. العلمانية دي أخواننا هي مذهب
زي ما عرفوها هلا أي مرجع تلقاو سكيولر تعني دنيوي أو لا دين، وعرفتها دوائر المعارف البريطانية والأمريكية بأنها حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس من الاهتمام بشؤون الدنيا إلى الاهتمام بشؤون الآخرة فقط. يعني يقول لك الدين ده علاقة رأسية بين العبد وربه، يعني داير تصوم صوم، داير تصلي صلي، داير انت تزكي ما عندنا معاك مشكلة، لكن ما تمشي تقول للشعب أو للمسلمين جيبوا زكاة. ما في حاجة اسمها جهاد، ما في حاجة اسمها دعوة لغير المسلمين وهكذا. يقول لك الدين ده عبارة عن صلة، ما في أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. يقول لك حاجة اسمها حريات، حرية شخصية، أنا أخلط وأعمل لي 700 واحدة، أنت ما عندك بأي شغل، مش أنا راضي وهي راضية، ما في حاجة وهكذا. كويس، فهي حركة إلحادية تهدف إلى صرف الناس عن الدين الإسلامي، دي خلاصتها. طيب، وفيها تعريفات غلط. علماني يقول لك العلمانية من العلم، دي العلمانيين طبعا، دي أخواننا شنو، كلام مخالف للعلم نفسه، لأنه العلم في الإنجليزي جاي من شنو، من ساينس، مش ما جاي من سكيولر. فده كله لعب وكذب على الناس وتدجيل وتضليل. طيب، العلمانية عندها أسباب، وهي أولا نشأت في أوروبا، عندها أسباب نشأت بها في أوروبا، وهي إنه دارين الناس كلهم يبعدوا من الدين. الأسباب اللي خلتهم يدعو الناس إلى البعد من الدين شنو، وإنه الدين هو سبب التخلف عندهم شنو. أول حاجة أخواننا تحريف الدين النصراني، الدين النصراني دين محرف كما ثبت بكتاب الله عز وجل. أيوه، فده من الأسباب العظيمة، إن شاء الله نواصل في هذا السبب وفي بقية الأسباب، ثم نرجع إلى الفكر العلماني بعد الصلاة إن شاء الله. كنا قد توقفنا عند أسباب نشأة العلمانية في الغرب الذي نشأت فيه العلمانية، وقلنا أن أول هذه الأسباب أن هؤلاء الناس كان دينهم محرفا، الدين النصراني بتاعهم محرف، فتجد فوقه الكذب والتناقض، وتجد فوقه وصف الأنبياء بما لا يليق، ووصف الله سبحانه وتعالى بالعجز، وغير ذلك من الأمور التي ظهر فيها تناقض هذا الدين المحرف، الدين المحرف. فمثلا تجد عندهم ما يسمى بآيات المؤمنين، وهي عند المسلمين كأركان الإسلام، عندهم آيات المؤمنين إنه المؤمن بيشرب السم وما ما يضره، وإنه يشيل العقارب والحياة وإلى آخره. فدي كلها أمور تعجيزية، ده غير إنه يقول لك بعض الأنبياء، يقول لك ده في سفر، الكلام ده في سفر التكوين، إنه بعض الأنبياء يعني واقعوا بناتهم وكانوا يشربوا الخمر إلى غير ذلك من الباطل والهوس. بل توجد في هذه الأسفار تحت الكتاب المحرف، توجد عندهم بعض الأسفار لا يستطيع أن يقرأها جميع المؤمنين، تلقاهم ذاته كاتبينها كده، يقول لك هذا السفر لا يقرأه كل المؤمنين، كسفر يسمى بنشيد الأنشاد، نشيد الأنشاد، وهو عبارة عن وصف لامرأة، قالوا ده ربنا سبحانه وتعالى ده كلامه. حتى وزع هذا السفر منفصلا عن الكتاب المحرف بتاعهم ده قبل سنوات عديدة في جنوب أفريقيا، فقامت حكومة جنوب أفريقيا بمصادرة هذا الكتاب باعتباره كتابا يدعو إلى الجنس، باعتباره كتابا يدعو إلى الجنس. قال ده بدايته كده، حبيبتي ما أعرف أنت جميلة، وما أعرف ليه جميلة أنت من تحت نقابك، ودي برضو كان من الأحكام الموجودة عند النصارى، مسألة بتاعت النقاب دي برضو عندهم موجودة، وما أعرف عنقك كده و لغاية ما نزل تحت، حاجات يعف الإنسان
إنه يذكره. المهم إن أخواننا هذا الدين كان دين محرف. سبب ثاني أنه قد استغل من يسمون برجال الدين هذا التحريف في أن يدخلوا في هذا الدين المحرف، أن يدخلوا فيه ما يكون في مصلحتهم زي صكوك الغفران وغيره وغيره وغيره. أيضا قام هؤلاء بمحاربة العلم الدنيا والتجريبي الذي رغب فيه الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أدرى بشؤون دنياكم، ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فربنا سبحانه وتعالى أمر الناس أن يستفيدوا من الدنيا وأن يتعلموا منها، وما منع ذلك الإسلام. الإسلام ما منع الصنايع، ولو كان صحيح الإسلام بيمنع لرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة الخندق لما سلمان رضي الله عنه والأحزاب اجتمعت على المدينة ودارين يغزو المدينة، جاء سلمان رضي الله عنه بفكرة الخندق. كان يقول لي أزول ده جبته من وين؟ ناس فارس ذيل كفار، احنا نقعد كده يا نحيا يا نموت. لا، فالإسلام يا أخواننا لأنه دي مسألة بصوروها لك العلمانين. هناك قعدوا وقالوا الغيامة فضل لها كم، زي واحد دكتور في جامعة الخرطوم كلية الآداب بقري فرنسي اسمه الدكتور مين كده أبو ضفيرة الصديق أبو ضفيرة، ده قال الغيامة فضل لها 112 سنة. الكلام ده كان قبل سنتين أو سنتين ونص، ناسي نزلت فضل لها 110 سنة أنا ماشيين فهمت. وقال الكلام ده كله بحاجة يسيم الرقم 13 وما أعرف ليك شنو تجمعه كده وتقسيمه كده وكله لعب ساكت، وده من ادعاء علم الغيب، وده الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيعرفه هذا العلم، علم الساعة متى تكون الساعة. ربنا قال يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. أنت الواجب عليك أنك تستعد لها. عشان كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال وماذا أعددت لها، أقول جاتك أنت سويت لها شنو كويس. فدل قالوا الساعة قربت فعطلوا الدنيا، وكان هذا من أسباب أنه تنتشر العلمانية وتسلطهم وأكلهم للأموال وغيره وغيره. فكانت هذه أسباب وجدها من قام بالفكر العلماني. وأصلا يا أخوانا العلمانية انشأوها اليهود، اليهود لأنه كانت الدولة النصرانية كانت يعني مستضعفاهم، فقاموا مرقوا بشعارات الأخوة أو الإخاء والحرية والمساواة ونفخوا فيها في المساكين والعوام، والناس مشوا يلتفوا حولهم فجاءوا بالثورة الفرنسية. بعدها قاموا تاني قوموا حاجة يسمى الشيوعية إلى آخر كما سيأتينا. فدي أسباب نشأة العلمانية في الغرب. هل هذه الأسباب منطقية موجودة في العالم الإسلامي؟ هل القرآن عندنا محرف؟ ها؟ ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له شنو؟ لحافظون. الإسلام محفوظ والقرآن محفوظ، لا تستطيع أن تعد الذين يحفظون القرآن عن ظهر قلب. في ناس بيسمعوا لك القرآن ده لو صحيتوا من أنهم بيسمعوا لك، لكن ما بتلقى لك الآن اثنين ده على سبيل التنزل أو ثلاثة قساوسة على مستوى العالم حافظين الإنجيل، ما بتلقى نهاية، لأنه كل كلام محرف ليس بكلام الله عز وجل، عرفت؟ فده أول سبب ممتنع. ثانيا الإسلام يا أخواننا دين كامل وشامل، يحتوي على العقيدة، يحتوي على الأخلاق، يحتوي على الأحكام، يحتوي على الشعائر، يحتوي على الحكم، ده كله في الإسلام، كل التفاصيل بتاعت الحياة موجودة في الإسلام. ثالثا الإسلام يربي المسلمين على أنهم عبيد لله فقط، ليست هناك عبودية لغير الله، وليس هناك تذلل لغير الله،
وليس هناك شخص تصرف إليه عبادة من العبادات كائنا من كان، ولو كان هو صاحب الرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في. شكدا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا صفية عمة رسول الله، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم فأقول لا أملك لكم من الله شيئا. الإسلام ما فوق عبودية. طيب الخل العلمانين كوركو الآن يقولوا دارين علمانية شنو، والشيوعيين وغيرهم، ولك يا زول هوي ما في شنو، في الآن ناس بيأكلوا باسم الدين، طرق صوفية جبهجية وغيره وغيره. نقول ده أخواننا في الإسلام حرام. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. صحيح الكلام ده موجود في الفرق، تلقى عند الشيعة، عند الشيعة الشيخ بتاع الدين حقهم بيقول له الفقيه، مش الفقيه ده عندهم ممكن يدخل أي بيت يتمتع بأي بيت، زول بيسأله ماف، فهمت؟ وممكن تعمل أي حاجة تمشي له يقول لك فاتحة، أنت كده ما عندك مشكلة. ممكن تجينا عند الصوفية زي ما قالوا الختمية، قال: مريدي لا تخف اطرب وغني، أو كما قال يعني تسوي أي حاجة، زي ما كما قال قائلهم السوداني: جيناك يا كابل همل، لا دنيا لا دين لا عمل. انت جاي تسوي شنو اصلا، فهمت؟ ده داير عشان شنو؟ عشان يشعوا لك، يقول لك ابو فاطمه قدام الاسلام في عمل، تاخذ بالاسباب، فهمت؟ ده موجود. يقول لك الشيخ بينفعك يوم القيامه، زي ما قال النية لابو قرون، قال: يا ليلى ليلك جكا. طبعا ليلى دي عند الصوفيه هي علم على الله، يعني اسم لله، كما قال عبد المحمود نور الدائم، قال: وقد اتفق القوم على أسماء أطلقوها على الذات الإلهية كدعد ولبنى وليلى وسعدة وسعاد. قال، والكلام ده بتلقاه في تائية ابن الفارض، ابن الفارض ده صوفي قديم، تلقى الأسماء دي موجودة عنده، فهمت؟ فقال: يا ليلى ليلك جكا، ولدك في جوف تمكن، لرب الخيل الجكن دربهم زلقيبهم مطيا، يوم الحلوق الكظم، قال أبو قروم بجيش تنظم. يوم الحلوق يعني شنو؟ يوم القيامة. ربنا قال: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال يوم القيامة أبو قروم بجيش تنظم، قال بيجي يوقف الجماعة بتاعينه تبع أبو قروم، يقفوا قدام الصراط بعد ما يتنظموا تمام، يشكلوا ثلاثات، بعد ذلك بيقول لهم: يلا راح أعبروا الصراط. شوف يا أخواننا الناس غاشينا كيف. عشان كده ود بدر قال في كتاب اسمه سراج السالكين، والكلام ده لازم تعرف، قال: واجبات الشيخ على المريد ثلاثة: أن يحضره عند قبض الروح، وعند سؤال الملكين، وعند عبور الصراط. أنت مسكت فكي بقيت تمشي له وتديه البياض والزيارة وكده، انت مشيت له وجيهته في الدنيا، وهو كمان بجيهك فيما يزعمون في الآخرة. قال بيجيك عند سؤال الملكين يقوم يجاوب لك أو يمررك، وعند خروج الروح يخفف عليك سكرات الموت، وعند عبور الصراط يقوم يقطعك الصراط، في كتاب سراج السالكين لود بدر، فهمت؟ وجاء في كتاب زهير الرياض صفحة 134، الكتاب بس الليلة ما جبته معي، صفحة 134، تأليف عبد المحمود نور الدائم شيخ المشيخة الطريقة السمانية بطابة، وقبره
قاعد هناك وقبل فترة قالوا طلع موية خلينا منه. قال عبد المحمود نور الدايم قال ونظير هذه الحكاية يعني في كرامات أحمد الطيب البشير كتاب كامل بشكر في راجل بس كركة وطار وشيخ بيعمل وبسوي. قال من كرامات الشيخ عبد الله بعلوي إنه واحد جاء وأنشد له أبيات في البعث والحساب. قال فتواجد صاحب الترجم قام لف بكراعه كده زي ما بتشوف انت في الحليات تحت الصوفية تلقاه يلف شديد كده ويجي واقع ولك ده زول غرقان في الذكر غرقان. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما غرق مثل هذا أو يكون ده الحج بتاعه أعمق من الرسول صلى الله عليه وسلم فهمت؟ قال فلما أفاق ده قال له يا أخي أنا دايرك. قال له عيد عليه الأبيات. قال له ما بعيد عليك إلا تضمن لي الجنة. قال له الجنة ما حقتي. قال له بس إلا تضمن لي الجنة. قال له الجنة ما حقتي داير قروش بديك. لا قال له بس الجنة بس. قام قال له خلاص ضمن لي والجنة. قال بعد ذاك الزول الأنشد الأبيات دي مات. قال فحضر دفنه صاحب الترجمة قاعد في بعد ما دفنوه قعد في القبر. قال فجلس عند قبره ساعة فتغير وجهه تغير. قال ثم ضحك واستبشر فلما سئل عن ذلك قال إن مريدنا لما سأله الملكان فقال له من ربك؟ قال ربي الشيخ عبد الله بعلوي. قال فتعجبا لذلك منكر عائل لنكير. قال له حصل مرة عليك بيشن زي ده؟ ما حصل. قام قال له قال فأعاد عليه تاني قال له يا زول انت من ربك؟ قال لهم ربي عبد الله بعلوي. قال الملائكة قالت له مرحبا بك وبشيخك عبد الله بعلوي. يا ناس ده دي ده اللي بيخلي العلمانية تقوم والشيوعية تقوم وغيره يقوم لأنه ده أخواننا الدين المنتشر الآن في الإذاعات إذاعة ساهور إذاعة النيل الأزرق إذاعة سودانية 24 إذاعة أو قناة أم درمان تاعت حسين خوجل وغيره من الإذاعات ده أخواننا باطل وده اللي بيخلي العلمانية والشيوعية وغيرها تنتشر عرفتها؟ دي من الأسباب. من الأسباب يا أخواننا جهل كثير من المسلمين بدينهم خاصة الذين دخلوا إلى دور العلم الدنيوي. يجيهم واحد ويتفلسف لهم ويجيب لهم ثلاثة كلمات تلقاهم متكيفين كويس ويقول لك أصل الغرب ده ما يتقدم إلا لما خلى الإسلام والدين. هل الإسلام والدين قال لك ما تقرأ؟ ها؟ هل الإسلام والدين قال لك ما تتعلم؟ قال لك ما تخترع؟ ده أخواننا ده من الأسباب. من الأسباب وده كان من الأسباب الكبيرة جدا المسألة بتاعت الاستعمار وما لحق ذلك أو ما تبع ذلك الشغل بتاع الاستعمار. قاموا زرعوا في المسلمين فرقوا المسلمين سياسات كثيرة الناس قرأتها في تامنا وفي غيرها عملوها المستعمرين حتى يتسنى لهم تفكيك المسلمين والسيطرة عليهم إلى غير ذلك من الأسباب. طيب العلمانية إذا قمت عينت لها تلقاها نوعين. علمانية لا تؤمن بوجود الخالق وهذه عندنا في الجامعات ونحن دارين نتكلم عن الواقع زي الشيوعيين أو من يسمون بالجبهة الديمقراطية أو بتلقاهم لما يلقوا مثلا الكلية الناس ما شاء الله كويسين ومحافظين على الصلاة وكده بتلقاهم ما بيجوا عادين بيقوموا بيجوا بشنو؟ بجمعيات وبتلقى عنده اسم ذاته الزول اللي جاب الاسم ده أصو ما زول ها يعني شبكته 100% أصو ما زول نصيح تلقاه يعمل لك جريدة وينشر لك معرف اليمين وجيفارة وفلان وكارل ماركس ويقول لك حرية الفكر وحرية فديل. عندنا برضو المستقلين والتحالف الطلابي السوداني وغيرهم من الذين ينكرون وجود الخالق وأصل هؤلاء الدهريون كما ذكرهم القرآن الذين قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وده بالمناسبة العلماء ناظرون من بدري
الناس اللي بيقولوا الكون ده ما عنده خالق، يقول لك الله ما في. والكلام ده أخواننا موجود في كتبهم، موجود في كتب كارل ماركس وفريدريك إنجلز وفلاديمير لينين، موجود الكلام ده كله موجود. أول وثيقة للشيوعيين في العالم باسم الشيوعيين اسم البيان الشيوعي، لو خشيت موقع الحزب الشيوعي السوداني تلقى البيان الشيوعي قاعد الآن لو عندك نت، عرفتها؟ البيان الشيوعي لكارل ماركس وفريدريك إنجلز، ماركس اللي هو مؤسس المذهب الاشتراكي. فلينين عنده كتاب اسمه مهمات اتحادات الشباب، رسالة صغيرة بيقول فيها صفحة كم وعشرين أو صفحة 18، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قالوا نحن لا نؤمن بالأخلاق ولا بالسلوك، زي ما جاء في البيان الشيوعي. قالوا فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية كالدين والأخلاق عوضا عن تجديدهما. احنا ما عندنا حاجة اسمها دين، ما عندنا حاجة اسمها أخلاق، وإنما نحن نزيح هذه الأمور. فقال لينين، قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية. البرجوازية عند الشيوعيين هو الإنسان المقرش يعني، وده أخواننا من الحقد الطبقي ومن الحسد، وده ربنا منعه. ربنا قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ياخذ نعمة من الله، هبة من الله، ربنا خلق الزول ده حنكوش، انت مالك زعلان؟ فهمت؟ ربنا خلقه كده. انت كمان زول في السودان والشمس الحارة انت زادت نسبة الحناكيش في البلد دي، انت زعلان مالك؟ فهمت؟ فده رزق من الله. فبقولوا قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية والتي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، يعني قال الدين والحاجات والأخلاق السمحة وما تسرقوا كده، ده قالوا كله جاء من الطبقة البرجوازية، والطبقة البرجوازية جابت الكلام ده من أخلاق الله. قالوا وبهذا الصدد نقول أننا لا نؤمن بالله. دي الشيوعين أو الجبهة الديمقراطية أو جريدة شنو اسمها؟ ها؟ وجيدة؟ هاي، وعندهم حاجة اسمها رزاز، فهمت؟ وشنو 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 حاجة زي دي. برضو فريدريك إنجلز عنده كتاب اسمه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية، صفحة 8 إلى 9، قال وبما أن حواسنا المادية لا تعرف شيئا عن وجود الله، لا تؤمن بغير الأشياء المادية، فإننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، وأنا أقول وجودي أنا أكيد. عرفت؟ يعني ديل دارين حاجة يهبشوها، حاجة يلمسوها، حاجة يعينوا لها حتى يؤمنوا بشنو؟ بوجود الخالق. هذه النظرية قامت أو الفكرة بتاعت الإلحاد دي قامت على نظريات فلسفية ونظريات حاولوا أن تكون نظريات علمية. النظريات الفلسفية عشان يفسروا لك وجود الكون والخالق والإله، قالوا الكون ده وجد صدفة، قالوا وجد الكون صدفة. وده أخواننا طبعا كلام فلسفي ونظري، ما كلام شنو؟ ما كلام علمي، لأنه العلماء قالوا الصدفة من صفاتها عدم الاستقرار والانتظام. الصدفة من صفاتها عدم الاستقرار والانتظام، فلا يمكن أن يكون هذا الكون وجد صدفة. لو جيت قلت لك الميكروفون ده الساوند ده وجد صدفة بتصدق؟ لو جيت قلت لك الكلية دي من سنة كم وجدت صدفة، بس في ثلاثة طوبات اتلاقن وقالن كده نطلع فوق بعض وكده وجطين ماشي ومعه رملة، هل الكلام ده بخش العقل؟ لو جيت قلت لي انت يا شيوعي بس دخلوك الجامعة دي صدفة بس من سنة سابعة قاموا قالوا كذا ولدنا ده يا اخواننا ندخلوا جامعة الجزيرة، هل ممكن تصدق الكلام ده؟ فده يا اخواننا الكلام ده كلام زول مجنون. عشان كده الناس ده زمان جو يناظروا ابو حنيفة، ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين وابن كثير في التفسير في قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم، بداية سورة البقرة، قالوا في ناس جول يا أبو حنيفة. أبو حنيفة كان إماما ذكيا رحمه الله، فقال لو دارين نناظرك في وجود الله، الله فيه ولا ما فيه؟
قال لهم خلاص، قال لهم تعالوا لي بعد فترة. قاموا جو ولقوا خات يده على خده بيفكر. قالوا فيما تفكر يا إمام؟ قال أفكر في أمر عجيب. قالوا وما هذا الأمر العجيب؟ قال أفكر في سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع، ثم تنزل البضائع إلى البلدان وتعود من حيث أتت، وليس عليها عمال ولا حمال ولا ربان. فقالوا له وجننت يا إمام؟ أيفكر في هذا عاقل؟ فقال لهم أبو حنيفة أقول لكم سفينة تجوب البحار والأنهار وتحمل البضائع وتنزل البضائع ثم تعود من حيث أتت، وأنتم تقولون أن هذا الكون بسماواته وأرضه وأشجاره وبحاره ليس له خالق ولا صانع، فأينا المجنون؟ المجنون منه؟ كويس. حجهم. وذكر أيضا في العصر الحديث إنه في شاب شافع صغير وفي أستاذ شيوعي، ودائما الشيوعين تلقاهم بيحاولوا الحاجات الإعلامية أو المتخصصة بنشر الوعي دي بيحاولوا يمسكوهم، بيقرب في الطلبة. فبعدين داري يدخل لهم منهج الإلحاد، لأنه عندهم النظرية بتاعت الحاجة تكون مادية حتى يؤمنوا بها. فقام قال للتلاميذ، قال لهم أترون هذه السبورة؟ نعم. قال لهم طيب إذا السبورة موجودة، ترون هذا الكرسي؟ نعم. إذا الكرسي موجود. ترون هذا القلم؟ نعم. إذا القلم موجود. قال لهم أترون الله؟ قالوا لا. قال إذا الله غير موجود. قام له شافع، قام بنفس المنطق بتاعه، قال لهم أترون السبورة لزملائه؟ قالوا نعم. قال إذا السبورة موجود. أترون الكرسي؟ نعم. إذا الكرسي موجود. أترون القلم؟ نعم. إذا القلم موجود. قال لهم أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا. قال إذا عقل الأستاذ غير موجود. عرفته؟ فده منهج بريد، معليش يا أخي يعني الكلمة دي شينا، لكن ده منهج بريد. كويس يا أخي، أي فعل لا بد له من فاعل، وأي حدث لا بد له من محدث. ده العقل بيقول كده، صح ولا ما صح؟ أي حدث لا بد له من محدث. ما ممكن أجي ألقى اللمبة دي مكسرة وتيجي تقول لي وقعت براها أو اتكسرت براها، أو تجي تلقى حادث تقول الحادث ده حصل براه. عرفته؟ فالشيوعية أخواننا تناقض العقل، تناقض العقل. بعد ذلك قالوا نظرية داروين، الناس اللي عارفينها، لما ألف كتاب أصل الأنواع وذكر النظرية بتاعته، عرفتها؟ بتاعت النشوء والارتقاء، ودي بقريها فتح الرابعة في علوم الخرطوم، وكاتبة في كتاب الأحياء بتاع ثالثة إلى آخر. قال إنه أصل الإنسان عبارة عن خلية أولية كانت في مستنقع قذر، ثم بعوامل الطبيعة تطورت، ثم إلى قرد شمبانزي وسعلاب إلى آخر، ثم صارت إنسانا. وفي ناس كمان بيقوموا، الواحد لما يلقى الكذبة سمحة جارية معاه بيقوم بيزيدها، اللي اسمه إنجلز وشيوعي، وهو إنسان ما عنده علاقة بعلوم علوم الأحياء أصلا، ما عنده بها علاقة. قام لما قرأ النظرية دي ألف كتاب اسمه دور العمل في تحول الجريد إلى إنسان. يعني إحنا أصلا كان آبانا شنو؟ مونكيز. إحنا زمان كان كنا جردة. قال أصلا الجريد كان بيمشي على أربعة كرعين، ودي ذاته عشان يثبت لنا لابد يجيب لنا كتاب تاريخ الجردة، مش يجيله من أي جريد. ما ده كلام هو صح مضحك، لكن ده كلام عقلي جدا تجيبه لنا، لأنك ما كنت قاعد مع القرد الأول. أول قرد كان قاعد وين؟ كان شكله كيف؟ ما بتقدر تقنعنا بكلام زي ده، فهمت؟ فتجيب أول قرد. قال أول حاجة القرود كان بتمشي على أربعة. قال بعد شيء احتاجت تأكل من الثمار فوق. وطيب زمان كانت بتصطاد الصرقيل ولا شنو؟ كانت بتأكل شنو؟ ما سؤال. قال فبقت تمشي مشي عمودية، قال تأكل من الثمار وكذا. قال بعد شيء احتاجت إنه تمشي مشي عمودية. بعد ذاك قال وبالعمل، ده كلام إنجلز صفحة 2، قال وبالعمل قال تحول القرد إلى إنسان. طيب سؤال، أين ذهب الضنب؟ مش سؤال مضحك، سؤال منطقي يا أخوانا. هل أنت كده يشوف لك زول مثلا، لقيت لك زول أولاده كلهم ما عندهم يد شمال أو يد يمين أو ما عندهم اثنين،
مش بتقول هنا في مشكلة؟ ليه كم سنة مثلا داو جدو جد جدو كده؟ في ناس لكده من الناس بقى ما عندهم يدين مثلا أو ما عندهم عيون، مش بتقول هنا في مشكلة؟ اتخيل نحن كنا قردة والضنوبات بتاعتنا ما في، احنا دارين الضنب يا زول، الضنب وديته وين؟ كويس؟ الضنب وينه؟ الضنب ده اخواننا ما فيه أنسجة وفيه خلايا وفيه بلاوي كثيرة، أنتم بتعرفوها صح ولا ما صح؟ الضنب ده مشى وين؟ والله ما نخليكم، بس بالضنب ده نظرياتكم دي باطل، بس اقنعونا بالضنب ده. كويس؟ ولذلك يا اخواننا الشيوعية دي تناقض الفطرة وتناقض العقل وتناقض المنطق. ولذلك سحبت هذه النظرية من الأوساط العلمية، من الأوساط العلمية في الستينات، وحوربت باعتبار أنها، والكلام ده ذكره داروين في مشكلات النظرية، قال وتبقى الحلقة المفقودة في هذه النظرية من أين جاءت الخلية الأولية. وأنا كان نغشت واحد في جامعة السودان، الكلام ده 2008 القسم الجنوبي، فهو شيوعي وكان جاي من الإسلامية، طبعا دي نقطة إن شاء الله حنجلها في العلمانية. كويس؟ بعدين الشيوعي ده جخش لنا في المنبر وقال أنا شيوعي وكنت في الإسلامية وجيت منها، وقال قال أنا إحنا جايين البلد دي قال دارين نبرطع، طبعا كان متغاظ من الآيات اللي بنقولها وكده، قال جايين نبرطع دارين نخلط، قال داري يخلط، لأنه طبعا هناك الإسلامية الكدائس بيكون فوقها، الكدائس ذاتهم بيكونوا ذكور، عشان كده هو الشغلانة دي ما داير، وداير أنت وأنا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعة خمنا لا أنت يلقوك لنا، وداير الكلام ده، فهمت؟ فالميم جه خشة وقال داير، قال دايركم تقنعوني إنه الله فيه. قلت له كويس، أنتوا قاعدين تقولوا بنظرية داروين إنه الإنسان كان عبارة عن خلية أولية. قلت له من أين جاءت الخلية الأولية؟ قال لي ما كانت قاعدة في المستنقع. قلت له وين كان قاعد المستنقع؟ جاء من وين؟ فكر كده، قال لي طبعا في حاجة اسمها الانفجار العظيم ومذنب هالي والكلام ده. قلت له أنت شكلك قاعد تحضر سنبل بس، فهمت؟ قلت له من أين جاء الانفجار؟ الانفجار ده انفجار معناه في عوامل بتاعت انفجار ولا شنو؟ ناس كيميائية. كويس؟ في عوامل بتاعت انفجار، الانفجار وفي مواد، كويس؟ وفي عامل اشتعال، مش في حاجات زي دي كلها؟ جاء من وين؟ أزول بقى ينطط عيونه. قلت له لو افترضنا، لو افترضنا إنه الكلام ده جاء من الانفجار، يبقى الخالق بتاعك يا شيوعي هو الانفجار، هو الانفجار. عشان كده العلماء بتاعين الفلسفة ديل بيقول لك الصانع أو الخالق من صفته إنه واجب الوجود. واجب الوجود معناها شنو؟ معناها أنت ما بتقول قبلي وكان في شنو. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، فتقول الله من خلق كذا، فيقول الله، فيقول هذا الله قد خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإن قال ذلك فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وفي رواية فلتقل آمنت بالله ورسله. ده بيجيب لك شنو؟ الشك. لأن يا أخواننا شوف، لو ما أنت اقتنعت إنه العقل بتاعك ده عنده حد معين، أنت حتمشي تباري الجماعة دي. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح دي شنو؟ تلقى زول سليم 100% تمام، أي حاجة تلقاه ما قادر يتحرك، وجنبه زول نفس الشغلانية، كويس، وبيتحرك وبياكل ويش، كل العوامل في ده موجودة وفي ده موجودة، الخلة ده يتحرك وداك ما يتحرك، تسأل الدكتور يقول لك والله ده بس روح ومرقد. روح ومرقد ده تفسير ديني يا شيوعي، ده تفسير ديني، أو بـ 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 اللغة بتاعتك ده تفسير فلسفي، ده ما تفسير علمي، انت ما فسرت لي تفسير علمي. الروح دي شنو؟ جيب لي 2 كيلو بتاع روح تقدر؟ عشان كده أخواننا العلماء قالوا العقل ده ميزان دقيق، ودي برضو حدينا في مسألة العقلانين، لكن لا يصلح هذا الميزان لقياس أي شيء. ميزان الحرارة ميزان دقيق، هل بتقيس بميزان الحرارة اللي بتخطه للمريض في مكان معين عشان تقيس حرارته؟ هل بتمشي تخطه للسكر؟ أنا دار أوزي السكر، كويس، دار لي 4 كيلو، بجيب الترموميتر ولا المصيبة بتاعتكم دي
ما بجيب، بجيب لي اجيب لي بتاع ذهب، ميزان ذهب، عشان اقوم اوزن به قنطار مثلا بتاع حديد او حديد. اخواننا الكلام ده ما بيجي، ولذلك ما اي ميزان يصلح لقياس اي شيء. لابد تعلم وتوقن بهذا الامر، وده موجود الان في العلوم. كثير من الامور ما عرفت، كتعريف الطاقه وتعريف الضوء وتعريف الكهرباء وغيرها من الامور التي ما توصل اليها الناس الى الان. عرفتها؟ ما يتوصلوا اليها. تزال عن الكهرباء ما بيعرف، تزال عن الحراره ما بيعرف، كل القروه الناس هي شكل من اشكال الطاقه. تعريف اول تعريف. وكمان الجماعه ناس كنبتوره بيتكيفوا للمزله دي، يقول لك يا سلام دي الابواب التعريفه واحد بس تكتبه وتمشي. ليه؟ لانه اخواننا عقل الانسان قاصر، عقل الانسان قاصر. طيب ديل النوع الاول، يضاف الى هؤلاء مع الحادهم بالله، مع الحادهم بالله، انه اخواننا الناس ديل دايرين يضيعوا المسلمين في اخلاقهم، وده بتلقاه عند الشيوعيه خاصه. عرفتها؟ ما في حاجه اسمها اخلاق. عشان كده الشيوعيين قالوا فالشيوعيه تلغي الحقائق الابديه، تلغي الدين والاخلاق عوضا عن تجديدهما. ما دارين اخلاق. عشان كده بتلقى في مدارس التربيه حاجه اسمها المدرسه الجنسيه، ودي قام بها واحد اسمه فرويد. فرويد، ودي الشيوعيه الموجودة الآن، إشاعة المرأة النساء، زي ما قال ماركس، قال لم تكن بالشيوعيين حاجة إلى إشاعة المرأة لأنها موجودة أصلا. زي ما قالت فطومة أحمد إبراهيم، قالت أنا أحيي طالبة الجامعة التي تمسح على حذائها لا لأناقتها ولكن لكثرة مشاويرها. عرفتها؟ تكون مارقة وجاية ونازلة وماشية، كله في شنو؟ كله في اللف والدوران. دارين يلعبوا بالأخلاق. قالت المرأة والله جابينها في جريدة اسمها الدستور، قالت المرأة إذا زنت ربنا ما حيحاسبها. تخيل فطومة أحمد إبراهيم بقت ابن كثيرة. قالت المرأة إذا زنت ربنا ما حيحاسبها. ليه؟ قالت لأنها دائرة تطعم أطفالها، جعانة دائرة تطعم أطفالها. يا أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما قال عروة في البخاري وغيره، قالت كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثة أهل في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. مش ما في أكل، ما في دقيق وكده، ما في نار ذاته يولعوها للشدة ذاته، ما في. ولكن أين الثرى من الثريا؟ طيب النوع الثاني من العلمانية، والذي يؤمن بإله ولكن يؤمن بإله ضعيف. يقول لك يا سلام، الله، الله فيه شك؟ أفي الله شك؟ الله ما فيه شك، لكن يقول لك نحن ربنا سبحانه وتعالى يعني بنعبده وبنجيه له وشغلته. الدين دين الباري وفوق الأرض صراع الطبقة. نحن في الدنيا دينا هرجل زي ما دايرين، كويس؟ وهذا نوع ثاني من العلمانية، وهي علمانية يعني تعارض الله سبحانه وتعالى سواء كان في الحكم أو في غيرها من أمور الشريعة ومن أمور الدين. طيب ده باختصار شديد جدا كلام عن العلمانية. طبعا حكم العلمانية ده يا أخواننا كفر بالله، حكم العلمانية كفر بالله، وهي من دسائس اليهود والنصارى عشان يمرقوا المسلمين من دينه. تمرق من دينك رب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو؟ تتبع ملتهم. ده غاية ما تباريهم، كل ما تتنازل لهم ما بيرضوا، كل ما تتنازل ما يرضوا، كل ما تتنازل ما يرضوا، لبتين لغاية ما تباري دينهم الباطل. وهذا الكلام جاء في صحيح البخاري حديث ابن عمر انه زيد ابن عمرو ابن نفيل قام مشى يطلب الدين الحق، لقى ناس اهل قريش لقاهم بيذبحوا لغير الله وينادوا غير الله وكذا، زي ما الليله حاصل اليوم، بل الليله اشد. والله اليوم الحاصل، الشرك الحاصل الليله ده اشد من شغل قريش ذاته. يتخيل في واحد بيقول ده سوداني،
قال جبريل ميكال إسراف عزراء هم جنودي في التصريف وهم تحت إمرتي. ركز في الكلام ده كويس. قال جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل الملائكة ديل، قال هم جنودي في التصريف، جنودي أنا، هم تحت إمرتي، تطاوعني الأملاك بالجود والقراء، وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. ذوات الكاف يعني اللي بيقول لشيء كن فيكون، وده عند الصوفية أخواننا عادي، جابوه في قناة النيل الأزرق. الآن خش اليوتيوب أكتب خليفة الشيخ الكباشي يزعم أن الشيخ الكباشي يقول لشيء كن فيكون، تلقاه قاعد. قال أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي ربنا اداه كن فيكون على لسانه. المذيع جبهجي شاف داك جابة كبيرة، صوفي داك شافوا جابة كبيرة، قال له لا يا أخي أنت طبعا قاصد إنه هو بيدعو الله والله بيده كن فيكون، فالله اللي بيده كن فيكون بيديه. قال له لا، أبونا الشيخ إبراهيم الكباشي بيقول للشيء كن فيكون. فهمت؟ وقام استدل له بكلام بتاع شيعة وآية في غير محلة. المهم قال وكل ذوات الكاف ترهب صولتي. قال وإن علوم الله في اللوح كلها أطالعها من قاب قوس الحظيرة. قال وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي. ده محمد عثمان عبد البرهاني المدفون في سوق الشعب، وجاء في كتابه المسمى بقبس من نور، قال كنت جالسا في السجان أو في الخرطوم 3 في غرفتي، قال فجاءني. وطبعا الصوفية الآن أي واحد بيكتب لشيخه كراماته المزعومة دي إنه بيتكلم مع الطير وبيعقد للطير الدائرة عقد وكله موجود عنده، لكن اللي بيكتبه له التلاميذ بتاعنه. أما ده كتب براو كتب، قال ومن كراماتي، قال كان قاعد جاو إبراهيم الدسوقي وده مات قبل سنين، قال فقال لي هيا، وكان أظنه يعني زي زهجان كده ومقلق، قال لو نفرق عليك شوية هيا. قال فقلت إلى أين؟ قال إلى حلفة. قال فطرنا أنا وإبراهيم الدسوقي إلى حلفة، قال فوجدنا مجمعا للأنبياء، مؤتمر للأنبياء. قال وعن يميني إبراهيم عليه السلام، وعن شمالي إبراهيم الدسوقي، ومن خلفي نوح، ومن أمامي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقدمني الأنبياء فقلت كلمة بكى لها نوح. عليك الله أخواننا، ده شنو؟ ده دين يا أخواننا، أنتوا بتضحكوا منه، لكن ده دين موجود في كتاب النصرة العلمية لأهل الطريقة الصوفية لعبد المحمود نور الدائم السماني. قال من كرامات شيخه إنه كان جالس في الحلقة تحت العلم بدرس التلاميذ، قال فجاء شبح من الجو فأطرق الشيخ ساعة، فلما طار الشبح قال رجع الشيخ فسألوه فقال هذا ملك من ملائكة السماء وقعت منه هفوة فاستشفع بنا إلى ربنا فشفعنا فيه فقبل الله شفاعتنا فيه. يعني الآيات ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دي نشيل بر. فده أخواننا ده بيخلي العلمانية تنتشر وغيرها من المذاهب الضالة المنحرفة تنتشر. وهذا المذهب الصوفي مذهب بتاع خرافات، العقل ده ما عنده أي قيمة، أي قيمة ما عنده. يقول لك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، فهمت؟ ويقول لك كم ناكرا، عشان ما تعترض على الشيخ، لا تعترض فتنطرد، وكم ناكرا زاد نكرانه عفص الشيخ طلع مصران، فهمت؟ والله يا أخي تعرف في كتاب بتاع اسمه منه البيجاي ده جنب اللافتة بتاعت مدني هنا بعد التفتيش كركوج، ده أنا لقيت له كتاب قال انت عشان تلاقي الشيخ تكون على طهارة كاملة، ولو دار تسلم على الشيخ إلا تتوضى، ولو اتوضيت والموية في يدك ما تسلم على الشيخ. يا ناس ده شنو ده؟ ده شنو ده؟ دي عبودية لغير الله. مقابل هؤلاء تماما العقلاني، الفكر العقلاني. وأول عقلاني، العقلاني بصورة بسيطة هو الذي يعارض
النصوص، وهو الذي يعتبر الدين غير صالح لهذا الزمان حتى يغير هو فيه. فهمتم؟ والآن موجود عندي جريدة للصادق المهدي، قال وين هنا؟ قال النقاب يهين كرامة المرأة، ولا بد من إلغاء قانون الأحوال الشخصية. عرفتها؟ ده العقلانين. أول عقلاني هو إبليس، أول زول عقلاني هو إبليس. العقلاني ده داري يدخل عقله في أي محل، وده غلط يا أخوان. عرفتها؟ وبعدين بنجي لمسألة العقل دي. أول عقلاني هو إبليس، لما ربنا سبحانه وتعالى قال له أسجد لآدم، قال أسجد لمن خلقت طينا؟ هو بعقله شاف إنه شنو؟ عنصر المخلوق منه هو اللي هو النار أحسن من شنو؟ أحسن من الطين. ابن القيم رحمه الله هو من العلماء الأفذاذ المحققين، قام رد على إبليس. ابن القيم رحمه الله قال له، قال لك منو النار أحسن من الطين؟ قال الطين فيه السكونة، والنار فيها الخفة والطيش، والطين فيه البناء، والنار فيها الحرق والهدم، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها العلامة ابن القيم. فأول إنسان عقلاني إبليس، عقله وداه وين؟ وداه جهنم. لأنه أنت ما تعاين لأنه أسجد لمن خلقت طينا، ولكن انظر لمن أمرك أن تسجد لمن خلق طينا. عرفتها؟ دي مسألة. المسألة الثانية يا أخواننا، علش نمشي سريع لمسألة العقلانين، عقل من؟ الناس طبعا مشهورين، العقلانية دي مدرسة قديمة جدا بيدخلوا عقولهم في النصوص، منهم الجهمية فرق قديمة، والمعتزلة، ناس أبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام والجاحظ، ده كلهم من المعتزلة، قرهم لنا نحن. مناهجنا دي للأسف الشديد مناهج يعني بسيط في الفي والخير، لكن الأغلب فوقها تؤصل للضلال، تؤصل للضلال. عرفتها؟ وغيره. وبعد ذلك تطور هذا الفكر إلى أن جاء إلى الموجودين الآن المعاصرين زي الترابي ومحمد الغزالي وسيد قطب و اسمه مين ذاك؟ يوسف القرضاوي وغيرهم من المعتزلة والأشاعرة والعقلانين. طيب سؤال مهم، العقل ده شنو؟ العقل، العقل يا أخواننا عبارة عن غريزة وجارحة كالبصر وكالشم وكغيرها من الجوارح. والعقل وحده لا يستقل بالمعرفة وبالعلم، يعني العقل براو ما كفاية. عشان كده العلماء ضربوا مثل للعقل بالبصر. إنسان قد يكون عنده بصر بعين، لكن يدخلوك في غرفة والغرفة دي تكون مقفلة ومظلمة، ويخدت لك حاجات انت اعتيادا بتشوفها ما حتقدر تشوفها. ليه؟ لأنه شنو؟ ضوء ما في، نور ما في، والنور هو الوحي. ربنا قال وكذلك أوحينا إليك، وكذلك روحا من أمرنا، الآية أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أيوة، ولكن جعلناه نورا. فقال لك الجارحة موجودة لكن النور مفقود، فلا يحصل شنو يا أخواننا؟ لا يحصل الإبصار. العقل براو ما بيستقل، لأنه العقل العلماء قالوا العقل جسمين، جسم غريزي وجسم اكتسابي. يعني كونه عارف النار حارة أو الشمس في نص النهار حارة أو الموية بتروي، دي بيعرف الشافع الصغير، ودي بيعرف المجنون، ودي بيعرف الزول المخرف الكبير، صح ولا ما صح؟
يبقى العقل البراو ما كفاية، العقل البراو ما كفاية حتى يضم إلى ذلك العلم. عشان كده أنت بتدخل الجامعة وبتسأل وبتتعلم، فهمت؟ ليه؟ لأنه العقل براو ما كفاية. إذا كان العقل براو كفاية، براو كفاية، أنا بفتح لي عيادة أخصائي المخ والأعصاب، عرفتها؟ وأجيب المعمل تمام كويس ولا أي حاجة فيه، الأدوات كلها موجودة، ويجيني زولها أول مريض عيان، هل بعرف إنه مشكلته شنو يا أخوانا؟ ما بعرف يا أخي. ناس بيقروا لها وبيساهروا، فهمت؟ وفي أي اختبارات وامتحانات، وزول بيساهر أيام وليالي ويقرأ ويشتري مراجع ويمشي المستشفى ويجي راجع، وبعد ذاك يتخصص وامتياز ونائب أخصائي، وموضوع طويل. إذا كان الموضوع بالعقل براو ما في داعي للقراية دي. نفس الشيء الدين، إذا كان كده ما في داعي للأنبياء والمرسلين لو كان العقل براو كفاية. طيب ده العقل عرفناه. المسألة الثانية أو الثالثة، عقل منو؟ عقل منو؟ الناس اللي شوف دائما يا أخواننا العقلانين ديل ما بيتكلموا إلا في أمور الغيب، وأمور الغيب واجب المسلم تجاهها الإيمان. ربنا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين شنو؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. زي مسألة الروح الجبال، ودي أخواننا مسائل لا مجال للعقل فيها. شوف أنت عشان تورينا مسائل الآخرة دي وتتكلم فيها إلا تكون أنت مشيت، أو في زول مشى وراك تاني في طريقة، أو تكون أنت جربتها. يعني عشان تقول لي ما في عذاب قبر، أنت جربتها متى وشفت الحاصل شنو، جيت نمارك راجع للدنيا تاني ما شفتها، طيب بتنكر على شنو؟ عشان كده أخواننا ده من التخلف، وأنت حاجة ما شفتها بتنكرها. ده أخواننا والله من التخلف بمكان. أسي لو جاء واحد قال يا أخواننا هو شنو شابكننا في ساغورس وفي ساغورس ومربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، شنو في ساغورس وقاري الله دي دارة قراية؟ ما في حاجة اسمها في ساغورس. جاء أنكر كده ساكت، مش يقول يضحكوا فوق، يقول لك شفت ده السبب بتاع الكوبري بتاعنا يقع، وده السبب بتاع إنه إحنا نتخلف وما يكون عندنا طيارات، ده السبب. طيب الزول اللي بيتكلم في الآخرة ساكت لا شافة ولا أي حاجة، زول بيتكلم ساكت. وأضرب لكم مثال بالناس بتاعين العقول، الترابي مثلا أنكر عذاب القبر وقال ما حصل، فتحنا قبر ولقينا زول بيعذب كويس. دي مسألة بنجر راجع لها. أبو جهل أنكر الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس وعري به إلى السماوات العلى، رجع في ليلة واحدة بجسمه رجع، ولما أصبح من ابتلاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم أمره يكلم الناس، أو أبو جهل مما سمع أول زول مشاليه أبو بكر الصديق. طبعا أبو جهل عامل فوق المفكر الغرشي، مفكر غريش عامل فوق، جاء أبو بكر الصديق قال له جيتك بحاجة جديدة، كنت جديدة، قال له أو ما سمعت بما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس البارحة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال امبارح مشى لبيت المقدس وجا راجع، ونحن بيت المقدس ده الإبل ذاته ما بنمشي لأي إبل، وبنمشي في شهر مشي وشهر جاية. أبو بكر الصديق قال له إن كان قاله فقد صدق. عشان كده قالوا له شنو؟ الصديق. شوف المؤمن ده كيف، بعدين شوف الإيمان ده بوافق العقل كويس. الليلة لو جابوا أبو جهل قوموا وجابوا المطار وركبوه ومشى شاب بيت المقدس وجا راجع، مش بتحير؟ قل لك بسم الله الرحمن الرحيم، ده شنو ده الحاصل شنو؟ لأنه عقله قاصر يا أخوانا، عقله قاصر. بعدين أبو بكر الصديق قام أداه شي عقلي، قال له نصدقه في خبر السماء ولا نصدقه في بيت المقدس. ألا بعد السماء ولا بيت المقدس أخوانا؟ بيت المقدس كم سنة ضوية؟ كم سنة؟ ما تم ثانية ضوية ذاته. السماء كم؟
القمر كم؟ الشمس كم؟ بعيدة. قال لو نصدق للسماء. الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب البقاع إلى الله وأشر البقاع عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسكت لغاية ما يجي جبريل فيسأل رب العالمين، فيأتي جبريل فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر الرجل في مجلس واحد. قال نصدقه في خبر السماء ولا نصدقه في بيت المقدس. عشان كده أخواننا العقل ده المرجعية شنو؟ لو اختلفنا أسي مثلا الناس اختلفوا في مسألة من المسائل في الطب أو في غيره، بيقوموا بيرجعوا عندهم مراجع يقول لك يا أخي ما قرونا لها في سنة ثالثة، أنت نسيت ولا شنو؟ لا ما قرونا يقول لك هذا نحن نمشي فلان ديلك الدفعة كده، قال لك الله جيب لي الكتاب الفلاني فتحنا والله صحيح أخ نسيت يا أخ، تعرف والله انشغلنا بكده وكده. بقى في شنو؟ في مرجعية. طيب سؤال، أنا لو اختلفت معك المرجعية شنو؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ده الناس بيتبعوا أهواء بتاعت النفوس، ما عندهم عليها أي أدلة. ولذلك يا أخواننا العقلانين ديل ضروا الأمة ضرر شديد. ولذلك الدين الكتاب والسنة يفهمان بفهم السلف الصالح، دي المرجعية كده بيفهم الصحابة، لأن الصحابة طبقوا وبعد ما طبقوا ربنا رضى عنهم. زي يقول لك مثلا في كلية الطب يا أخواننا نجري مشهورة الآن في السودان، احنا ما قرينا لكن سمعنا، يقول لك مشهور نجري بنظام مثلا جامعة الجزيرة أو بجامعات تانية، في جامعات نظام 6 سنة مش في حاجة زي دي، وفي جامعات 5 سنة مش في حاجة زي دي. يقول لك لا والله أغلب البروفات والناس الممتازين والعندهم زمالة في بريطانيا والشغالين ما أعرف لك في مستشفى إليزابيث مستشفى الملك عبد الله والناس المطلوبين والمميزين قروا بالنظام مثلا بتاع 5 سنوات بتاع جامعة الجزيرة مثلا. أيوة يقول لك معناه النظام ده تمام نمشي به في السودان كله. وأما النظام الثاني من رجلين زول بينسى المشرط جوا البطن وبيفتح الأضان وقايل الكلوة وكلام كثير كويس، يقول لك زي ده يا أخي الصحابة ديل طبقوا الإسلام ودخلوا الجنة. مش الزمالة بتاع بريطانيا، خشوا الجنة. الصحابة طبقوا الإسلام وخشوا الجنة. أنا أباريهم ولا أمشي أباري الترابي ما عارفوا لا في جنة ولا في النار، ما عارف أبارياتهم يا أخواننا بالعقل كده أبارياتهم. ولذلك القرآن قال لك باريهم، دي الناس طبقوا الدين والدين الطبقوا ده ربنا دخلهم به والجنة. وكلا وعد الله الحسنى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك يفهم الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برضو دي مسألة بخشوا بها العقلانيين والعلمانيين، يقول لك يا أخي الصحابة دي ما عاشوا غرنهم، نحن ما نعيش غرننا، نحن يعني نعطل العقل ده ولا شنو؟ وربنا قال أفلا تتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقوم يتفكرون وكذا. فالعقل عنده مكانته، نقول له صحيح العقل عنده مكانته، لكن ليست مكانته المعارضة. ديل ما بعرضه في الدين، مثلا أديك عيسى ما نازل كده فكر لي فيها، زي زول تقول لي اسمي محمد أحمد جادين عبد الرحمن، يقول لك لا ما اسمك عبد الرحمن، جدك ما اسمه عبد الرحمن. يا زول جدي اسمه عبد الرحمن، بالعقل كده جدك ما بيبقى اسمه عبد الرحمن. ليه يعني؟ أنا صيني أنا؟ يا أنا مسلم يا أخ وأبوي اسمه أحمد، بالعقل بيبقى. يا أقول أنا صيني ما بيبقى عبد الرحمن ليه؟ هل دي مسألة عندها دخل بالعقل؟ دي عندها دخل بالتاريخ وبالرواية وبالأثر وبالأسانيد. دي ما عندها دخل بالموضوع ده. فناس يدخلوا لك عقولهم في مسائل غريبة جدا، مسائل غريبة جدا. ولذلك يا أخواننا العقلانيين خلاصتهم إنه عبارة عن منهج بتاع استشراق، وهم نصارى بعثتهم الكنائس ليدخلوا في الإسلام ويقرأوا الإسلام ويهدموا الإسلام من الداخل. ده خلاصة منهج العقلانيين. قاموا نسفوا عيسى ما نازل، عذاب قبر ما في، عرفت؟ شهادة المرأة على نصف من شهادة الرجل، قالوا ده عبارة عن كلام سياسي كويس. الشريعة قالوا ما صالحة لكل زمان ولا مكان،
وإلى آخر من كلام كثير جدا. آخر حاجة المناظرة جابوها كان في الدفاع عن مسألة ما في حاجة يسمى حضرج، ما في حاجة يسمى حضرج. العقلانين ديل يا أخوان أنهم دارين يضربوا الدين، تجي تقول له رأيك شنو في القرآن، ما يقدر يقول لك القرآن ما نافع لأنه المسلمين ما بيقبلوا كلام، يقول لك لا القرآن نافع. لكن أنا السنة دي عندي فيها رأي، ها السنة دي يقول لك عندي فيها رأي. طيب ليه عندك فيها رأي؟ عندهم شبهات. الشبهة الأولى يقول لك يا أخي السنة دي ذات كتبوها بني أمية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني سوى القرآن، من كتب شيئا غير القرآن فليمحه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لكن العلماء قالوا هذا كان في أول الإسلام لما خيف أن يختلط القرآن بغير القرآن، وبعد أن أمن ذلك كان الصحابة يكتبون، فده من الأمور المنسوخة، من الأمور المنسوخة. ونسختها أدلة ثانية، منها شنو؟ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما بين المناسك، قام رجل اسمه أبو شاء قال يا رسول الله اكتب لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله أن قريشا أتت عبد الله بن عمرو بن العاص فقالت أتكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في السخط والرضا، بشر بيتكلم في الزعل وفي الرضا، فترك الكتابة زمانا ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه وأشار إلى لساني إلا حق. وهذا مصداق القرآن، ربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل عن جهل وما غوى عن علم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو يا أخواننا، إن هو إلا وحي يوحى، إلا وحي يوحى. ولذلك دي شبهة أولى، وأدلة كثيرة منها أيضا حديث أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وفي كتاب فضائل المدينة سئل علي بن أبي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المسلمين، قال ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن وما في هذه الصحيفة، فإذا فيها فكاك الأسير والعقل وأمور. صحيفة يعني كتاب، فده يدل على أنه يجوز الكتاب. طيب ده نمرة واحد. نمرة اثنين يقول لك نحن السنة دي ما بنقبلها لأنها ما جاءتنا متواتر. طيب سؤال، حديثك الجبيل القتة لا تكتب عني سوى القرآن ده متواتر ولا أحاد؟ عرفت كيف الرسول قال؟ ما بيقدر يجاب عشان تعرف الموضوع موضوع هوى. يا أخي قضية إمامة المرأة، الآثار الترابي قال المرأة تئم الرجال، حديث أم ورقة في سنن أبي داود، حديث غريب غريب، ده في مصطلح علماء الحديث يعني أنه جاء بإسناد واحد بطريق واحد، رواه راوي عن راوي عن راوي عن راوي، عرفته؟ ده يسمى غريب. فحديث رواه واحد، وبعد ده الترابي قال بإمامة المرأة ولا ما قال بها؟ قال المرأة تئم الرجال، قال وقد جاء في الحديث أن أم ورقة كانت تؤم أهل دارها، قال والدار كدارفور ودار حامد وما أعرف دار شنو كده. معنى الكلام ده إنه الصحابة كان بيصلوا وراء أم ورقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان معنى الدار دار حامد، دار حامد ودارفور أكبر من المدينة ولا ما أكبر؟ دارفور أكبر من المدينة ولا ما أكبر؟ أكبر. معناها الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام كان بيصلي وراء منه، وراء أم ورقة، وده أخواننا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالرجال. ويدل على ذلك في الحديث ذاته إن أم ورقة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لها مؤذنا، والتأذين من الأمور التي خص الله بها الرجال زي الجهاد وغيره من الأمور، عرفتها؟ فلو كان في راجل في البيت
كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما كان أمر لها راجل يمشي يأذي لها. وفسر ذلك رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم نساء أهل دارها، مش زي ما قال الترابي تأم الرجال وتأم النساء، بل الترابي مش أبعد من كده، قال ممكن تصلي الجمعة ذاته، تلقى تخش المنبر يوم الجمعة تلقى المرأة تصلي فوق في المنبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر النسوة إذا أردنا أن يصلين جماعة أن تكون الإمامة منهن في وسط الصف، تكون في وسط الصف، عرفت؟ فكلام غريب ده كله شغل بتاع عقلانين. قاموا جابوا المسألة بتاعت الأحد، حديث الأحد يا أخواننا ثبتت بالقرآن إلا تزغ من القرآن. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، سورة الحجرات، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم شنو نادمين. إن جاءكم فاسق، الأحد معناه شنو؟ معناه واحد. الفاسق دي صيغة جمع ولا مفرد ولا مثنى؟ صيغة مفرد. طيب الآية قالت، الآية جاءت في صيغة الشرط، قالت إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر فتبينوا. إذا تبيننا نعم شنو نأخذ به، إذا تبيننا إنه حق نأخذ به. طيب إذا كان الفاسق فاسق، إذا تبيننا من خبره نأخذ به، فكيف إذا جانا عدل نأخذ به ولا ما نأخذ به؟ نأخذ به. عشان كده العلماء قالوا ده دليل. دليل تاني من القرآن، ربنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، قال فلو اقتتل رجلان كما قال البخاري لدخلا في معنى الآية، لأن الطائفة تطلق على جنو من الواحد فما زاد. ربنا هناك قال في سورة الأنفال وما كان المؤمنون لينفروا، سورة التوبة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم شنو طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلو كانت الحجة ما بتقوم بالواحد لما ربنا أمر بإرسال واحد فما فوق. أدلة تانية، كتابات الرسول صلى الله عليه وسلم لكسرى وقيصر والملوك كان بيرسل شنو؟ بيرسل شنو يا أخوان؟ ها؟ كان بيرسل زول واحد صح؟ لو رسلهم ثلاثة ده لسه أحد، رأيك شنو؟ لو رسلهم ثلاثة لسه أحد، كان بيرسل واحد. لو ما كانت الحجة بتقوم بخبر الواحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل الكتاب للملك لمملكة كاملة، يترتب على ذلك أنهم لو آمنوا صاروا مسلمين، ويترتب على ذلك أنهم لو ردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيحرك عليهم الجيوش ويقاتلهم حتى يسلموا أو يزول ملكهم كما حصل. فلو كانت الحجة لا تقوم بخبر الواحد لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا. أدلة تانية، تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر أنس بن مالك قال كنت ساقي القوم في حائط أبي دجان العلو أو أبي طلحة، أبي طلحة، قال إذ نادى المنادي ألا إن الخمر قد حرمت، وما قال الآية، قال في روايات أخرى في غير البخاري قال منهم من أمسك بالخمر يريد أن يشربها مسلم ومؤمن، لكن ما نزلت شنو تحريم الخمر النهائي، ومنهم من أخذها بكفه وفي زول محضرة، قال لما سمعوا المنادي قاموا كسروا شنو كسروا ال- 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 الأواني بتاعت الخمر حتى جرت بها سكك المدينة. أنا قلت لهم والله لو كان في واحد شعبي كان أول حاجة يصلح يقول لهم ده خبر أحد لغاية ما تجينا حتى بعدك نشوف اللي بيحصل شنو. يا زول دي بتقوم به الحجة يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذاً، معاذاً ده يا أخواننا مفرد مسنى جمع ولا اللغة ذاتها أحاد جات ولا الحاصل شنو، لما أرسل معاذاً إلى اليمن قال إنك تأتي قوماً أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى يوحدوا الله،
إلى آخر الحديث. فلو ما كانت الحجة تقوم بالواحد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيرسل معاذ حتى يقيم على هؤلاء الناس الحجة. وغير أبو ذر واحد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى غفار. الطفيل بن عمرو الدوسي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة الدوس التي منها أبو هريرة رضي الله عنه. وهكذا الحجة أخواننا بتقوم بخبر الواحد بخبر الواحد. وذاته تلقاه يقول لا اسمع نتيجتك ظهرت طوالي يركب. طيب ده ما أحد ده ما أحد الوراق ده ما أحد يا أخواننا. ده كلام غريب. ولذلك يؤخذ بذلك في العقائد والأحكام. الكلام ده الترابي بالمناسبة ما شاله من راسه، شاله من شيخه سيد قطب في تفسير سورة الفلق في أواخر تفسير ظلال القرآن الكتاب ده. والكتاب ده بالمناسبة يا أخواننا مرقوا منه ناس داعش والجماعة ديل كلهم، مش الآن بتسمع داعش واوا إلى آخر، ديل كلهم مرقوا من هذا الكتاب المسمى للقرآن فكرة التكفير. والكلام ده اعترف به والقرضاوي ذاته، عنده كتاب اسمه أولويات الحركة الإسلامية. قال الفصيل التكفيري، قال وقد اعتمد هذا الفصيل على ظاهر كتابات الأستاذ سيد قطب في كتابيه معالم في الطريق وكتاب في ظلال القرآن. قال البشرية ارتدت واوا إلى آخر. طيب في سورة الفلق الصفحة 710 عندي في الطبعة دي، قال وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن، والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. طيب كده يا أخواننا الزول بس كده يركز بعقلانية مع هذه القاعدة العقلانية، فكر بعقلانية. قال أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة، والمرجع هو القرآن، والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد. يعني عشان ناخذ بعقيدة لازم تبقى متواترة. طيب القاعدة دي ما هو قال قاعدة أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة والمرجع هو القرآن. سؤال، القاعدة دي هل هي من المتواتر ولا من القرآن؟ ها القاعدة دي ذاتها إنه أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة، هل هي من المتواتر ولا هي من القرآن؟ بالشك ما هي ما من القرآن، وقطع شك ليست هي شنو من المتواتر. يبقى إذن قاعدتك دي مرفوضة من البداية، من البداية هي مرفوضة. المهم الكلام يطول في هذا الباب، نحن ما نطيل على الناس، ممكن نفتح فرصة لبعض الأسئلة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.